رسالتي الأخيرة إلى شباب أنصار السنة الذين باتوا خاصة في الأيام والسنين المعاصرة تحت شيوخهم يعلمهم الأدب، وما عندنا مشكلة في تعليم الأدب، فهو من الإسلام وأصل من أصول ديننا الحنيف، ويعلموهم ألا يستمعوا إلى الردود وألا يقرأوا كتب الردود وألا يجالسوا أو يستمعوا إلى العلماء الذين عرفوا بالردود على أهل البدع. فكانت النتيجة ما رأيتم، نتيجة ما رأيتم، والله لو ترك الإسلام على أمثال هؤلاء لضاع عند كثير من الناس بجد والله. عشان كده دارت حرب ضد المنهج اللي احنا بنحمله، ما ضد أشخاصنا، حرب طويلة. شباب بتاع التجريح، شباب بتاع الردود، تخصصوا في الرد، ما عندهم شغلة غير الكلام في فلان وفلان، لكن لما جاءوا في مواجهة الخصوم يحتاجوا لمنوف اللي بيسموه مجرحاتية، وكما قيل في الليلة الظلماء يفتقد البدر. انت بتطرد الكديس من بيتك يومي، بالسك بالعكاز بتطرده، لكن اول ما تلقى الفيرانك الانقروشك الداسين في الحفرة تحد بتقول يحلى الكديسي. ممكن يكرنك انت ذاته. ونحن لا نشبه انفسنا بهذا ولا بذاك، ولا نضرب لانفسنا امثله بهؤلاء، لكن نقول لهم انتم ما جنيتوا علينا، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا فتح لنا، عندنا منابر ونتكلم بقدر ما عندنا من قليل علم، ونجتهد في نصرة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا أنصار السنة شيوخا وشبابا، انتم ضريتوا شبابكم وضريتوا الأمة، وهملتوا الناس اللي بيضعوكم في أنظارهم أنكم حماة العقيدة، ضعتوا في أبصارهم، لأنه ليه لما يجوا يشوفوا مناظر زي دي، وإنتوا الآن دفعتوا بفلذات أكبادكم. الجف المناظرة ديل هم فلذات أكباد أنصار السنة، ديل الذروة عندهم. فلو كان هؤلاء هم فلذات الأكباد فأسفاً على أنصار السنة. لكن أنا والله رسالتي إليهم ليست رسالة شامت، والله يعلم، والله يعلم ما في القلوب، والله ما رسالة شامت. وإن شئنا في المحاضرة دي والأخوان القبالي اللي تكلموا، شيخ مزمل، شيخ شهاب اللي تكلموا قبالي، كلهم والله كان اتصلوا علي الاثنين وقالوا لي يا أخي نحن نفرت هذه المحاضرة في الرد على محمد المنتصر الإزيرق، لأنه شبهات شركية وأباطيل، والمقام الآن يستحق التوجه إلى الشرك أولا، المقام يستحق كده. وإلا لو نحن دارين نتشفى أو ننتقم زي ما هم بيعتبروا إنه محاضراتنا تشفي وانتقام وتصيد، لكان صيدنا للهواري أشياء خطيرة جدا. ولكن نحن جئنا هنا من باب أن نسد الباب الذي فتح من قبله دون أن نؤنبه أو نعيبه بذلك، دارين نسد الباب اللي هو فتحه، لأن المقام في هذا الباب بالذات يستدعي أن يكون النقد والتوجه للشرك، للشرك، لأنه ده ربنا ما بيغفره، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرسالة الأنصار السنة أهتموا بالعقيدة، اهتموا بالعقيدة، مش يجي المتحدث باسمكم أول ما يفتحوا له الفرصة ويتكلم يقول لهم مشايخنا علمونا الأدب، وكأنه جاي في صراع مع الصوفية في الأدب. أذكر هنا كلمة أختم بها للشيخ العلامة الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة عبد الرحمن الوكيل، كاتب كتاب هذه الصوفية، إمام علم، وكان رئيسا لأنصار السنة في فترة من الفترات. لما تكلم عن الصراع الأخلاقي قال ليس الفرق
بين دين ودين وعقيدة وعقيدة ومنهج ومنهج، الأخلاق الفاضلة. فإن هذا موجود في كل دين وفي كل عقيدة وفي كل كتاب نزل، بل حتى في الأديان المحرفة. قال: ولكن الفيصل هو العقيدة التي تنبعث منها هذه الأخلاق. فرسالة الأنصار السنة قبل ما تهتموا بالأخلاق وتتكلموا عنها، والشيخ الهواري في غالب المناظرة كان عبارة عن إبراز لأخلاق الحميدة مع الصوفي الشيخ محمد، فضيلة الشيخ محمد الفاضل محمد إلى آخره من العبارات التي تنم عن الأدب وإظهار الأدب، والمعلقين من أنصار السنة إظهار الأدب. نحن ما بنعيبكم في الأدب، لكن يا أخواننا أنصروا لنا العقيدة أول، أنصروا العقيدة بعد ذلك نشوف موضوع الأدب. فكما قلت، ليس المقام مقام نقد لأنصار السنة ولا مقام نقد للهواري، فعندنا كلام عنه في غير هذا الموضع، في كلام يخصه في غير هذا الموضع. لكن المقام هم مفترض يستشعروا حرب ضد عقيدة أهل السنة والجماعة، ضد الإسلام، حرب ضد الإسلام. تقول ايه الأدب؟ هذا ما مقام الأدب يا أخ، هذا ما مقامه. المقام مقام زجر لخصم افترى على دين محمد عليه الصلاة والسلام ونسب إلى السلف ما لا يليق بهم ولا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ده المقام اللي انت مفترض تقيفه، والموقف اللي مفترض تقيفه. وأخيرا أقول لست بشامد، ولكن الإخوة جزاهم الله خير علقوا على أشياء نتدارك بها ما حصل من الخلل، والله تبارك وتعالى من وراء القصد. وأخونا الشيخ أحمد، يا أخواننا استميحكم، الناس ما تقوم. شيخ أحمد ندي 5 دقائق لأنه جاي من الجزيرة، والله ما يكون مشى بس. الشيخ سافر، أنا والله كنت منتظره من قبل أقدمه بعده، لكن جزاكم الله خير. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.